كل عام وأنتم بخير. أعاده الله تبارك وتعالى علينا وعلى الأمة الجزائرية والأمة الإسلامية قاطبة، وهي في ثوب العزة والكرامة، متحدة آمنة مطمئنة. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يجعلنا إخوانا متحابين وعلى دينه متعاونين. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال. نقدم التهاني لكل عائلاتنا الجزائرية، وندعو الله أن يحفظ بلادنا وأمنها. بهذه المناسبة نتمنى لكل أبناء الجزائر عيد مبارك سعيد، وكل عام والجزائر بخير إن شاء الله. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، ونتمنى وقال الأمة الجزائرية إن شاء الله تعيد بالصحة ولنا إن شاء الله. ما ننسى حتى أحد من الوطن نتاعنا والوطن العربي إن شاء الله والمسلمين أجمعين. يسعدكم وكل عام انتم بخير، وربي يتقبل منا الصيام والقيام ان شاء الله. صحة عيدكم، كل عام انتم بخير. نهنئكم بهذا اليوم المبارك، يوم العيد، ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وان شاء الله يكون خير على الأمة الإسلامية. ونحمد الله سبحانه وتعالى اللي رفع علينا هذا البلاء، والحمد لله سقانا بالغيث، ونحمد الله سبحانه وتعالى على كل هذا الخير. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بألف خير، إن شاء الله نعد عليكم بالصحة والستر إن شاء الله. صحة عيدكم قال الأمة الإسلامية العربية، إن شاء الله تقبل صيامنا وصلاتنا.